بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بوكالة أبا عندنا في الناظور. كنشكركم الحضور وكان وفرحانين بالحضور ديالكم معنا. محمد هنتي مدير العام للمصالح المجلس الإقليمي بالناظور ورئيس الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي المشرفة على تنظيم النسخة الخامسة للمهرجان المتوسطي للناظور تحت شعار الناظور في لقاء مع العالم. كنرحب بالناس اللي جاوا عندنا للناظور سواء صحافة، فنانين، متتبعين، إعلاميين، وكنشكرهم على المجهود الكبير اللي كيبذلوه معنا لتغطية والتعريف الحقيقي بالمدينة وبالمدينة بمدينتنا، مدينة جميلة على شاطئ على ضفاف بحيرة مارتشيكا على البحر المتوسط. حنايا الجمعية الإقليمية تأسست في 2010 وبدينا النسخة الأولى ديال المهرجان المتوسط للناظور في سنة 2010 وخدينا رهان كبير على عاتقنا كمكتب كامل الجمعية ومنخرطين ومساهمين. وكنشكر السلطات اللي كتوقف معنا سواء السلطات الإقليمية والسلطات الأمنية، وكنشكر بالخصوص السيد رئيس المجلس الإقليمي للناظور على المجهود الجبار. هو من يعتبر المؤسس لهذا المهرجان، لهذا الحفل، لهذا اللقاء السنوي، لهذا الموعد المهم الذي تضربه الناظور كل سنة مع العالم. نسبقك على السؤال، سبقت لك السؤال، انا عرفت السؤال ديالك، لان غتقول لي لماذا تعطر المهرجان لسنتين. اجيبك بكل صراحه وبكل وضوح. السنه 2014 كان وقعنا واحد حدث ماساوي، هو ان عندنا واحد السوق كبير هنا، السوق المغرب الكبير، اندلعت فيه النيران وتضررت فيه عده محلات تجاريه وكانت خسائر ماديه. تلك الفترة كنا نستعد، كنا في فترة استعدادات للمهرجان المتوسطي، ولكن مواساة للناس المتضررين مواساة لهم قررنا أن نؤجلها، أن نؤجل النسخة إلى السنة المقبلة، إلى السنة التي تأتي بعد. وفي سنة 2015 نظرا لأن لا يضيق الوقت، بالإضافة إلى الصيف السنة الفائتة كان عندنا انتخابات، يعني كل مشغول على التحضير للانتخابات وهذه، ويعني كان لازم نأجلوها. كنا غنديروها في أجلناها لشهر 10 بعد الانتخابات، في الانتخابات تزامنا مع البطولة العالمية لكرة اليد اللي كانت لكرة الأندية الإفريقية، البطولة الإفريقية للأندية لكرة اليد، ولكن لظروف، وها نحن في الصيف، في ذروة الصيف، في ذروة تمتلئ المدينة عن آخرها، وبالإضافة إلى قدوم جاليتنا الغالية علينا تقطن في الخارج، وقررنا تنظيمه في هذا التاريخ بالضبط. والحمد لله كما ترون وكما تشاهدون وكما تواكبون أن المدينة تعرف رواجا كبيرا، تستقطب الجالية القادمة من الخارج، وتستقطب المغاربة، إخواننا المغاربة الآتون من الجهات من المغرب والحمد من العالم. طيب لو ممكن شنو عندكم الأولويات اللي خصكم تحققوها ولا سيما اللي تتساهم بالنهوض في هذه الجهة؟ مرحبا. بالنسبة للأهداف كما هو معلوم ومعروف في العالم كامل، الهدف الأساسي للمهرجان بالنسبة للتميز في المهرجان ديالكم. نحن كمدينة، كموقع استراتيجي وكموقع على البحر الأبيض المتوسط، وكمدينة تشهد ثورة اقتصادية ومشاريع كبرى يسار عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعطاها أهمية كبرى لأنها مشاريع كبرى استراتيجية، يريد أن تقوم الناظور، أن تكون الناظور من أكبر الأقطاب الاقتصادية في المغرب.
وعلى البحر الأبيض المتوسط، وخاصة وأنتم تشهدون أن موقع مارتشيكا أطاليون على مارتشيكا أطاليون وهذا والمشاريع الكبرى التي تسهر على إنجازها، وهي الآن تبدو لنا أنها على وشك إتمامها، بالإضافة إلى المشروع الكبير والضخم الذي ينتظر المدينة هو على مشارف بداية الأشغال فيه، هو ميناء غرب المتوسط الذي سيجعل من نظور قطبا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للمغرب، والمهرجان، لأن لا تنمية بدون ثقافة ولا ثقافة بدون اقتصاد ولا سياحة ولا. دور المهرجان هو تسويق المدينة، تسويق من ناحية السياحية، من ناحية الفنية، ومن ناحية التعريف بها كمدينة ضاربة جذورها في التاريخ، ومدينة جميلة ممكن أن تكون من مدن السياحية الكبرى في المغرب وفي على ضفاف البحر المتوسط، لتميزها بالجو، بجوها الجميل والبحر المحيط بها، وخاصة تتميز بها شيطان من أنظف الشواطئ الموجودة في العالم، وطبيعية جدا، موقع ممتاز. ونحن كمؤسسة ساهرين على تنظيم التظاهرات، ربما نساهم في تظاهرات أخرى للتعريف بمدينتنا، ولكن أبرز محطة هي المهرجان المتوسطي للناظور، يعتبر أكبر تظاهرة فنية وثقافية وترفيهية التي تعرفها المدينة كل سنة، ونتمنى أن تدوم ويأتون وراءنا وينظمون دورات أخرى وأخرى إن شاء الله. لمسنا أيضا هناك تنوع في المهرجان المتوسط، تنوع من أنماط موسيقية، تنوع حتى في الثقافات، ألا تخافون من الثقافة الدخيلة؟ ربما أنتم كان من المفروض أن تتميزون بالثقافة الريفية، هل هذا يشكل بالنسبة لكم حاجز أم هو انفتاح؟ كما قلت هو انفتاح، لأنه هو الهدف، والثقافة هي الانفتاح الآخر، الانفتاح بما لك وما عليك يجب أن تنفتح الآخر. نحن نعرف نحن معروفين أمازيغ ساكنين في الريف، عندنا موسيقى ريفية أمازيغية، ولكن ضروري أن ننفتح، لأن نتمازج، أن نتثاقف، أن نتلاقح مع العالم، وليس لدينا مانع. كما شاهدتم في البرنامج وعرفتم في البرنامج بالنسبة للسهرات السهرتين الفائتين والسهرات المقبلة، عندنا تنوع في البرامج، عندنا ونهدف إلى استقطاب جميع الأذواق، بما فيها نخصص سهرة لفنان عربي لبناني مصري، نخصصها كسهرة افتتاح، سهرة طربية لكذوق راقي، والسهرة البارحة كانت سهرة مسلم يغني الراب، والراب له جمهوره، شعبيته، ضروري أن تلبي طلب الساكنة والشباب، والتجاوب كان إيجاب كما شاهدتم، وكانت الساحة الممتلئة عن آخر ساحة الدائرة بالمنصة. وهناك برنامج اليوم وسهرة أمازيغية 100%، أمازيغية يعني أقول أمازيغية، يعني لا أقتصر على أبناء الريف، أبناء الناظور، أبناء أمازيغية، يعني نحاول، وكما حاولنا في البرنامج عندما كنا في إعداد البرنامج اتصلنا بمغنيين أمازيغ يقطنون بالخارج، جزائريين، تونسيين، ولكن لتزاحم برنامجهم اعتذروا لنا ووعدونا على أن نبرمجهم في المرات الأخرى. وقد سبق أن برمج مثلا إيدير هو فنان عالمي أمازيغي معروف، اعتذر لنا عن عدم قدرته على المشاركة معنا وترحيبه، لأنه سبق وان كان هنا في الدورة الثالثة على ما أظن. وعندنا فرق تحمل شعار الأغنية الملتزمة الريفية المعروفة برقتها، وستشاهدون هذا إن شاء الله في سهرة اليوم، وتكتشفون المواهب العظيمة التي أنتجتها هذه المنطقة. عندنا فرقة تسمى إمتلاح، يعني إمتلاح هما المهاجرون،
جاءت من بلجيكا، هم أبناء المنطقة من الحسيمة والناظور، شكلوا فريق ممتاز. وهناك فرقة إثران التي سنختم، إثران معروفة، فرقة معروفة منذ السبعينات وما زالت مستمرة وتعطي وتعطي وما زالت ستعطي. طيب في زخم هذا التنوع هل يتم تقبله من الساكنين؟ نعم، هذا 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 السؤال ستجيب عنه أنت، لأنك أنت الذي تغطي هذا المهرجان وقد رأيت وشاهدت وما زال ستشاهد التجاوب الكبير الذي يعرفه والإقبال الذي يعرفه المهرجان. إذن ربما سيجرنا إلى سؤال آخر. مرحبا. ماذا حركة الشباب عندكم هنا تقطع المهرجان؟ لا أظن أن هناك، سمعنا وقرأنا في بعض أنت بأن حركة شبابية تقاطع. ماذا حركة شبابية؟ ليست حركة شبابية، هي جمعية سمت نفسها جمعية الفن والفنون. أنا أتكلم معك بصراحة، جمعية لأن نحن نحاول ما أمكن، كل سهرة مبرمج لها فنانين محليين من شبابنا، كل عام نبرمج أكثر من 8 أو 10 فنانين. وقد سبق لهذه الجمعية أن اشتغلت معنا في الدورة السابقة وبرمجت، هي تشكل من عشرة أشخاص يريدون أن يتم برمجتهم كل سنة، ولكن هذا لأن ضيق الوقت وأربعة سهرات لا يمكن أن تلبي رغبة جميع الفنانين. ولهذا نحن كل سنة نبرمج بحسب الأدوار. مثلا برمجنا هذه الحركة اللي قلت عليها وهذه الجمعية، هو هادو كاملين دازوا عندنا خلال الدورات الأولى والثانية والثالثة. اليوم أعطينا فرصة لشباب آخر لم يشارك أبدا، ونقول لهم ووجههم لهم النداء. المشكل هو فقط المشاركة كل سنة، المشاركة كل سنة، ونحن لا نستطيع أن نلبي لأننا عندنا فنانين كثر، وضروري أن نشجعهم. شباب كاين الشاب اللي ما عمره طلع فلسطين، طلعناه يعني نعطي بالأدوار. نحن كاملين أبناء المنطقة ونعرف تحت الأمر هذا مكان، لا شوشرة ولا مقاطعة ولا الحمد لله الأمور طيب على خير. في نظركم أستاذ ناتي، ماذا ينقص مدينة الناظور؟ مدينة الناظور ليسطو شعاع من أي ناحية؟ من كل جوانب، وأنتم المدير العام. أنا أقول لك الناظور مدينة نحن كبرنا فيها ونعرف مدينة الناظور ونعرفها، هي في تطور مستمر وما زالت تتطور والحمد لله. وأنا أعطيك أنا حسب مدينة الناظور، حسب مندوبي التخطيط لسنوات 3 سنوات 4 سنوات، حول مدينة الناظور هي مدينة تطور 6 مرات أكثر من جميع المدن المتواجدة في الجهة الشرقية. كيف ذلك؟ اقتصاد، وهي خاصة وأن هناك اهتمام خاص لصاحب الجلالة محمد بن الناظور لجعل مدينة الناظور عاصمة السياحة بالشمال كمدينة طنجة ومدينة تطوان. ربما هذا تكميل السؤال التالي، ربما سبق سبق تواجدها على مشارف البحر الأبيض المتوسط هي تجلب لعدد كبير من الجالية. ماذا حضرتم لهذه الأخيرة لكسب من ناحية القيمة الاقتصادية؟ ماذا حضرتم للجالية من ناحيتنا؟ نحن حضرنا لهم برنامجا متكامل ترفيهي فني تعريفي بالثقافات، وكما لاحظتم حتى أطفال الجالي وأطفالنا المتواجدين حضرنا لهم فضاء خاص للأطفال طيلة أسبوع المهرجان للترفيه، وفضاء مجاني، نحن لا نبيع ولا نشتري، نعمل مجانيا الكل يستفيد، كل الساكنة جميع الفئات. وكذلك برمجنا في معرضا للصناعات التراثية المحلية ليأتي الشخص، خاصة وأنت تعرف أن هناك أشخاص كيعيشوا في أوروبا ونحن في الجيل الثالث، نحاول أن نعرف أبناء الناظور وأبناء المنطقة بأن
تعرفهم بتاريخهم، بتاريخهم وتراثهم، بالتراث مادي ولا مادي وكل شيء. وكذلك حضرنا الفضاء، فضاء للفن الشكيلي، بالإضافة إلى السهرات. وأنت تعلم أن السهرات كانت ممتازة وجد ممتازة، وغالبية الحاضرين هم أصحاب الجالية، ونحاول أن نكسبهم أن يبقوا معنا في مدينتهم طيلة مقامهم بالمغرب. طيب، من ناحية استراتيجية الثقافية، ماذا لديكم مستقبلا؟ هل هناك جديد للنهوض مدينة المغرب؟ هناك إبداع؟ أنا اشتغلت في الميدان الجمعوي وميدان الثقافي لمدة سنوات، والملاحظة اللي عندي، يعني الملاحظة، هو أننا في تطور مستمر، المجتمع المدني في وعي مستمر، في وعي مستمر، خلق جمعية ثقافية فنية وأنشطة، على مستوى. ماذا لنكسب، لنرقى بذهن مدينة الناظور؟ ماذا يجب؟ الناظور، الناظور أولا تفتقر لمسرح كبير، لمسرح كبير، فضاءات سياحية ترفيهية، سينما. مدينة الناظور تفتقر لسينما، رغم أننا في عهد الاستعمار ولسنوات السبعينات كانت عندنا جوج ديال السينما، اليوم لا نملك حتى واحدة، ما عندنا حتى واحدة، كل شيء تسد. نريد أن تكون عندنا سينما، نريد أن يكون عندنا مسرح، نريد أن يكون معهد لموسيقى، نريد أن يكون عندنا أروقة، أروقة للفن التشكيلي، نريد أن يكون عندنا متحف، نريد أن نرقى بالعمل الثقافي والبنية الثقافية، البنية التحتية الثقافية الناظور تفتخر لها. إن شاء الله مشاريع على مستوى، على مستوى المؤسسات، والمؤسسات التي أشتغل فيها المجلس الإقليمي، هناك مشاريع فيها تصب في هذا، هناك مشروع بناء مسرح كبير على غرار مسرح وجدة، هناك مشروع كبير وهو في خضم إبرام الاتفاقيات ومحاولة جذب المساهمين، يعني جذب الميزانية لبنائه، هو مشروع كبير ونتمنى أن يوفق فيه الجميع المساهمين. كاين مجلس إقليمي، كاين مارتشيكا ضروري أن تساهم في هذه المشاريع، لأن هي مقبلة على مشاريع اقتصادية مهمة، ولكن ضروري من مشاريع ثقافية وبنية تحتية ثقافية لنمشي بمدينة الناظور إلى الأمام، لتكون في مستوى المدن المغربية الثقافية كفاس ومراكش والدار البيضاء. طيب، أترك لك كلمة أخيرة، ولو أن الدردشة معك خفيفة وشيقة، كلمة أخيرة قلتها لك. نحن كأبناء الناظور وكغيورين على مدينة الناظور وعلى أبناء المنطقة وعلى الإقليم ككل وعلى الجهة، نريد أن نرقى، أن نرقى بالثقافة، أن نبرز ثقافتنا، ثقافة المنطقة، وأن تكون مدينة الناظور قبلة لعشاق الفن والثقافة وكل ما هو ذا ذوق رفيع، ونتمنى ذلك إن شاء الله، ونتمنى أن هذا اقتصاديا وسياحيا بمدينة، وأن تكون قبلة لجلب السياح والمستثمرين، وأن تكون من أحسن المدن على في مغربنا الجميل. وشكرا. هذا أيضا سيتحقق بالعمل والدؤوب، ونريد أن نتعاون وأن نتكاثف، كل الساكنة وكل الشباب وكل الغيورين على المنطقة، أناديهم أقول لنتكاثف ونتعاون لنرقى. وشكرا لكم، شكرا جزيلا أستاذ.